عليك يا كبرياء الموقف وموقف الكبر. أيها الطالع وجع الناس، الصانع أمالهم، الباني أحلامهم، شكرا وائل أبو باعور. عنوان أمل الناس يا خير من حمل أمانة. شكرا شكرا لأنك غنيت وغذيت الأمل ورسمت الفرح قبل أن يخرج جنود الأبطال ووفيت، فهم اليوم أحرار أحرار. شكرا حكومة لبنان وخلية أزمتها، والشكر الكبير لك أيها اللواء الحكيم عباس إبراهيم. شكرا أيها الأهل على صبركم وصبركم. شكرا أيها الأوفياء. شكرا يا جمهور الحزب التقدمي الاشتراكي. شكرا جمهور رشيد العبية الوفية لولي الجملاط. ونبقى مع كلمة الوزير وائل أبو فاعور، يلقيها وكيل داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الاشتراكي الرفيق رباح القاضي، لك المنبر. قبل أن أبدأ كلمتي أرجو من الشباب مجددا إكراما لهؤلاء الأبطال، إكراما لهؤلاء الأبطال وتضحياتهم، التوقف نهائيا عن إطلاق النار. مساء الحرية يا راشية، وعانوا في غياهب الأسر، لكنهم عندما التقيناهم اليوم برفقة دولة الرئيس تمام إسلام الذي نحيي من رشيا، الذين التقيناهم برفقة معالي الوزير الأستاذ وائل